الفترة اللي جاية بشكل مهم جدا جدا جدا. سعد سمير وصلاح محسن رجعوا، خبوا عيالكم بقى، يعني زي ما كنا بنتكلم على الصفقات، النادي الأهلي بيكتمل مرة ولا مرة ولا مرة ورا مرة ومرة ورا مرة ورا مرة، النادي الأهلي بيكتمل، ويوم ورا يوم النادي الأهلي بيكتمل. فخدوا بالكم بقى، عايزين حضراتكم تجيبوا صفقات كل الأندية، يعني ما بتكلمش على نادي معين، كل الأندية جيبوا صفقات، واحنا هنحاول برضو ان احنا نكسب الدوري العام، يعني كالعاده من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. طبعا ده محمد محمود بعد اجراءه عمليه الرباط الصليبي، ويعني الحمد لله الامور جيده، يعني احنا هنحاول نجيبه لحضراتكم يا جماعه، حاولوا مع محمد ان هو يعمل معانا مداخله نطمن عليه. ايضا في اطار المواضيع الاصابات والكلام ده كله، زي ما حضراتكم عارفين النهارده تلقى جمهور النادي الاهلي خبر جيد بان وليد سليمان لن يغيب عن الملاعب لاكثر من شهر، شهر واسبوع ان شاء الله، لانه لن يتم التدخل الجراحي في رجله، لان الحمد لله شكل رجله او شكل ركبه رجله لما اتعمل الاشعه هنا في مصر اصبح او بان هو افضل بكتير جدا بعد ما الورم قل وبعد ما الامور قلت. فوليد سليمان خبر جيد لكل عشاق النادي الاهلي ان وليد سليمان مش هيقعد اكتر من شهر، شهر واسبوع في الاصابه، وان شاء الله يرجع افضل من الاول. مهم ان شاء الله لما نوصل لنهائيات، ان شاء الله لو ربنا ادانا وصلنا نهائيات بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله تكون الفرقه كلها جاهزه، ال 11 او ال 25 لعيب اللي مقيدين يكونوا ان شاء الله جاهزين، ويكونوا كلهم على قد المسؤوليه ان شاء الله ان شاء الله. عموما في اطار حديثنا عن وليد سليمان، شوف تقرير عن وليد سليمان وسلامتك يا حاوي.